اوكي هلا اشتغلت. زي ما حكى استاذ زيد، انا عمر عماد الحجازي وانا من جامعه الحسين بن طلال، وهي رابع سنه لإلي بدرس كمبيوتر ساينس ان شاء الله. ان شاء الله خريج، قولوا ان شاء الله. اللي راح احكي اليوم تجسيد للواقع. احنا انا هون ما باجي وبحكي وبقلل من قيمه حدا، انا بس عم بجسد واقع انا عشته وحاب انكم تعيشوه. انا ومعان غربه فغرام. معان ب 33 الف كيلو متر مربع خلتها اكبر مساحه جغرافيه في المملكه الاردنيه الهاشميه. بالصيف حاره جدا، بالشتاء بارده. عدد سكانها 60 الف نسمه. نعم، وموقعها اكيد في جنوب الاردن. طب انا ليه عم بحكي عن معان؟ اولا لانه انا بدرس في معان. ثانيا انا حسيت خلال 4 سنين انا قضيتهم في معان انه انا لازم ارد الجميل لمدينه اعطتني. وثالث إشي لاني انا اطلعت على نماذج وتجارب جدا هامه انا حاب احطها اليوم بين ايديكم. بلشت قصتي لما خبصت بالتوجيهي. بابا قال لي: بابا خبصت؟ عمعان. قلت له: نعم. قال لي: عمعان. قلت له: كيف؟ قال لي: عمعان. عرفت تماما انه انا راح افتح صفحه جديده في حياتي اكتب عليها معاناتي. طبعا معاناتي، بيئه جديده ومجتمع جديد وصعب جدا اتاقلم معه. وبرضه وانا رايح على وانا رايح في الباص لاول مره في معان، قلت انا لازم احط تقريبا 10 سنوات من خبرتي قدامي عشان اقدر اكمل، وانا كنت عارف تماما انها ما كانت كافيه. التحديات اللي واجهتني، اول تحدي انه اقرب بني ادم بعرفه كان بعيد عني 300 كيلو متر مربع بعد المسافه. ثاني شيء البيئه الجديده اللي ما كانت تستقبل اشخاص جداد، البيئه اللي معانيه بيئه محافظه، كان يحكي عنك الشخص العماني اللي جاي هذا شخص شايف حاله وبيعرف انجليزي وبيعرف فيسبوك وبيعرف تويتر. لا 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 يا عمي، لا لا تخلينا نحكي معه، يبعد عنا ونبعد عنه. ثالث شيء كان اللي هو حكيت عنه التاقلم عن الاشخاص. ورابع شيء كان الكلتشر شوك، الصدمه الثقافيه. على ابسطها كان صعب جدا انا كطالب اي تي اروح لطالب اي تي زي صاحبي قال له: هي دود اي سو يو يستردي اون فيسبوك. قال لي: ها ها شو كيف؟ كان صعب جدا اني اتاقلم في هذا المجتمع. كان قدامي حلين: يا اما اخلص امتحانات سنه اولى على اول باص على اول جامعه خاصه ويا عمي سيبك شو معان وما معان، او اني اندمج. اكتشفت لو انا اطلعت على محاسن الشخص مش عيوبه انا بقدر اوصل له بسرعه اكثر. اكتشفت كمان لو انا اعطيتهم من خبرتي في الانجليزي، خبرتي في الاي تي، خبرتي في اي شيء اللي خلى الاردن اللي خلى مركزيه الاردن في العاصمه، انا اعطيه من خبرتي، اندمجت معهم وحاولت اقول لهم انه انا منكم، انا مش اعلى منكم، انا راح اساعدكم، انا راح اكون معكم. هذا خلاني خلال السنه الثانيه اعطيت وضحيت من وقتي عشانهم عشان اندمج معهم وتحقق الهدف تبعي. النقطة الفاصلة في حياتي لما اختارتني الحكومة الأردنية عشان أمثل الأردن المملكة الأردنية الهاشمية في مؤتمر الاتصالات الآسيوي في بانكوك. طلعت على بانكوك لابس البدلة بقول لهم: طبعاً المملكة الأردنية الهاشمية هي من أفضل الدول التكنولوجية في آسيا. لكن إجا حدا قال لي: لا. في الوقت اللي أنا كنت عم بقول لهم عن التقدم في عمان كانوا يجي يقولوا لي: التأخر في معان، التأخر التكنولوجي. منطقة نائية تعتبر من منظمة الغذاء الدولية، منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات عبارة عن منطقة نائية. فاكتشفت نفسي أنا مش عم بمثل الأردن، أنا عم بمثل عمان هناك. رجعت وأصبحت معان قضية من القضايا اللي أنا لازم فعلاً أشوف إيش الفرق بيني وبينها. أول ما رجعت اشتغلت مساعد باحث في الاتحاد الدولي للاتصالات لتنمية المناطق النائية. أنا بدي أعرف منطقة نائية شو يعني منطقة نائية؟ بدي أروح، بدي أشوف، بدي أستكشف. اشتغلت مع مبادرة من أجلك أنت مع الأستاذ عبد الرزاق المحتسب في معان عشان أشوف هدول الأشخاص شو يعني إنه منطقة نائية. بعدين أسسنا لجنة علمية تكنولوجية عشان نساعد هدول المناطق تكنولوجيا. أنا طالب آي تي، أنا لازم أفيدهم بالآي تي. وبعدين نزلنا معهم في أكثر من مرحلة، نزلنا على أساس إنه بس
اشوف المناطق النائيه، نلون فيسز بس يعني هيك للاطفال اللي عمرهم 8 سنين. كنا نروح عند الولد نقول له عمو ارسم لك سوبرمان، يقول لي طيب باتمان، يقول لي طب اقول له طب سوبرمان بيطير، يقول لي شو سوبرمان، طب اقول له طيب بسه، يقول لك ارسم لي بسه. فوصلنا وصلت لمرحله في الوقت اللي طالب عمره 8 سنين في عمان بيعرف قصه حياتهم كلها، طالب في معان ما بيعرف ايش يعني سوبرمان ولا باتمان في ابسط الامثله. اكتشفت العجائب بس برضو اكتشفت المواهب. بدي اعرض عليكم الان قصص انا تعايشت معها وعشت معها وقعدت معهم في خيمهم في مناطقهم، قعدت معهم وحاولت اعرف منهم انتوا ليش وكيف ومين. شخص من اللي تعرفت عليه اسمه محيل سميحيين، هذا الشخص عايش في خيمه ودرس في مدرسه خاصه، مدرسه خاصه في منطقه باير، منطقه صحراويه في معان، لكنها منطقه كتاب، لكنها مدرسه كتاب. 13 سنه من عمره وهو ما بيعرف لا يقرا ولا يكتب، دقت براسه قال لك ليش انا ما بعرف لا اقرا ولا اكتب؟ في 7 أشهر تعلم القراءه والكتابه، راح يقدم لمدرسة حكومية. قالوا له يا عمي انت جايين على 13 سنة صف ثامن ما بينفع. قال لهم انا بقدم اول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع بيوم واحد. قالوا له اوكي قدم تفضل، هاي الامتحان تفضل، نجح فيهم. والاكثر من هيك انه دخل مدرسة، خلص من المدرسة راح على جامعة الحسين بن طلال يدرس انجليزي وهي اللغة الثانية في حياته، تفوق وحاليا هو معلم لغة انجليزية. علما بانه محل سمحين المنطق، الصوره اللي على اليمين على شمالي يعني هي المكان اللي كان يدرس فيه، وهذا المركز الامني الوحيد في منطقه باير. عمر حمد السمحيين انولد في خيمه متنقله وبرضه اكمل دراسته في مدرسه حكوميه صغيره، لكن حصل على المركز الاول في منطقته بدون منحه، ما في دراسه. حاليا هو بدرس هندسه البرمجيات في جامعه الحسين بن طلال، لكنه هو من افضل المبرمجين على مستوى زملائه. كيف بروح على الجامعه؟ بصحى على 5 الصبح بيطلع على الطريق الصحراوي بيوقف اول شاحنه بقولها بالله يا اخوي اتوصلني على جامعه الحسين بن طلال، وبرجع بنفس الطريقه. بروح وبيجي بالشاحنه وعنده جهاز صغير في بيته ويعتبر من افضل المبرمجين هناك. الدكتور ممدوح العنزي وهو دكتور حاليا في جامعة الحسين، ولد في بلدية الهاشمية عام 1975، بيته خيمة متنقلة، أنهى الثانوية العامة، طلع له إدارة أعمال، تم قبوله في جامعة مؤتة. أبوه قال له وين يابا؟ ما في دراسة، ما في فلوس. ساب إدارة الأعمال، بلش يشتغل في رعي الأغنام لتحصيل الأموال. حصل أموال، درس لغة إنجليزية في جامعة الحسين بن طلال، حصل على منحة وطلع على جامعة نيوكاسل وهو حاليا أستاذ في جامعة الحسين بن طلال. أصر على أنه يعطيني الصورة اللي بيعتز فيها عشان أحطها عنده وهو قدام جامعة نيوكاسل. رابع الحويطات 8 سنين عمرها، أبوها وأمها ما رضوا يعطوني صورتها، لكنها بني آدمة صراحة خرافية. عمرها 8 سنوات، المعلقة عبارة عن 1000 بيت، حافظة 7 معلقات، 7 في 1000 7000 بيت. أكثر من هيك قلها رابعة 3450 في 6700، أعطيها 10 ثواني بتقول لك الجواب. ما شاء الله. حسام السميحيين انولد في 1989 برضه في خيمة متنقلة، يدرس علم الحاسوب في جامعة الحسين بن طلال. هذا الشخص عبارة عن نابغة، أنشأ برنامج انتخابات نيابية أردنية لعام 2011 في الوقت اللي كان بده بعض التعديلات على أساس يكون برنامج ناجح تستعمل الحكومة، لكن ذنبه الوحيد إنه عايش في قرية ما حدا اكتشفه. برضه بروح وبيجي على الجامعة من خلال الشاحنات. آخر واحدة عندنا منيرة. منيرة تفوقت في دراستها الثانوية
لكن هي حاليا هي ست كبيره، يعني عدم رضا اهلها عن اكمال دراستها ما كان في لا مؤتة ولا الحسين بن طلال. قالوا لها وين يا بنتي، تطلعي على عمان كل يوم وترجعي، وين احنا، وين ساكنين؟ احنا ساكنين في الجنوب. لكن اخوها كان عنده شاحنه، بروح وبيجي على عمان في الشاحنه، يعني اذا بده الباص 3 ساعات الشاحنه بدها 8 ساعات تقريبا. كانت تروح وتيجي كل يوم. بس هي خلصت بكالوريوس لغه عربيه، ماجستير في التربيه الخاصه، ودكتوراه في علم النفس، كل يوم روحه جايه على الجامعه. The future of Jordan is bright. مستقبل الأردن مزهر ومزدهر ومشرق. بس وين؟ بدنا نتطلع على الأردن، بدنا نتطلع على الطاقات الموجودة في عمان، وبرضه نتطلع على الطاقات الموجودة في معان. لأنه الأردن عبارة عن 12 محافظة يمكن على حد تعبيري، بس هو هون عمان وهون معان، اتطلع هون واتطلع هناك، بتطور الأردن. لو احنا استفدنا من امكانيات ابناء العام، ابناء معان، قدراتهم وطاقاتهم، انا بطور معان. طب اذا انا طورت معان، انا ايفنتشولي انا عم بطور المملكه الاردنيه الهاشميه، بوصل للمرحله اللي بحقق كل حلم وكل حلم لشخص عايش هناك وبدرس هناك. بقول له يا عمي انتوا اهل عمان، ويا عمي انتوا اهل عمان، ويا عمي انتوا اهل عمان. باجي بقول لك انا من عمان وانت من معان، بس طاقاتك وطاقاتي مع بعض حطيناهم عشان نوصل لمرحلة نطور فيها وحدة وطنية، وحدة اسمها المملكة الأردنية الهاشمية. شكراً.